كشف تقرير دوري حديث عن تبعات ومخاطر الانقسام النقدي والمصرفي على الاقتصاد اليمني، حيث يشير التقرير الصادر عن مجموعات الأزمات الدولية أن السياسات النقدية المنقسمة أدت إلى تفتيت الاقتصاد والعملة المحلية والقطاع المالي، وجعلت إدارة مشاكل الاقتصاد اليمني صعبة للغاية. ويوضح التقرير أن عملية الانقسام ساهمت في تدهور البيئة التشغيلية العامة للأعمال في اليمن، وأدت إلى انخفاض إمدادات العملات الأجنبية وتقليل الوصول إلى العملات الأجنبية وخطابات الاعتماد عن طريق البنك المركزي اليمني. وسردت مجموعة الأزمات الدولية مزيدا من التبعات والمخاطر، حيث لفتت إلى أن الوصول إلى الحسابات المطلوبة أصبحت أكثر صعوبة خلال الحرب، لأن هناك إجراءات إضافية لتقليل المخاطر تم تطبيقها على البنوك اليمنية من قبل البنوك الأجنبية. وفي هذا الشأن حثت مجموعة الأزمات الدولية على ضرورة تنسيق وتوحيد السياسات النقدية من أجل خفض أسعار السلع الأساسية وتحسين القوة الشرائية للأسر وزيادة مستويات الأمن الغذائي. وأشارت أن إعادة توحيد السياسة النقدية من شأنه أن يسهل العمليات من أجل الجهات المانحة الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عندما يتعلق الأمر ببرنامج العمل الإنساني، كما أنه يزيد من فاعلية التمويل الإنساني المقدم لليمن، وتحديدا فيما يتعلق بتنفيذ برامج المساعدة النقدية. ولأسباب ليس أقلها انخفاض الفرص المتاحة لإعادة الاتزان للعملة، كما أن زيادة مستويات الاتصال بالشبكات المصرفية الدولية سيؤدي إلى إعادة فتح وزيادة الخدمات المصرفية المتبادلة ورفع منسوب الثقة في العملاء اليمنيين بين المصدرين الأجانب ووكلاء الشحن وشركات التأمين والشركاء الآخرين في الصناعات المختلفة.